التنظير. التنظير احنا عمليه التنظير الاساسي نحن عم
نجحنا حتى ما نعمل جرح كبير. عمليه المراره اذا بنفتح عمليه المراره بدنا نفتح قاعه الحرف الضوئيه ممكن نفتح حوالي 10 سم 15 سم. بينما العمليات التنظيف لا بنفتح حوالي 1 ل 2 سم مدخل الاجهزه ضمن البطن وعندنا شاشه عمل رافع فبنستعمل الشفره راس حاد هذا جرح صغير. هلا الشفره رقم 10 هي اصغر من 11 كرقم اصغر منه بس ال 10 ال 11 هي شكلها مدبر كثير فبتكون صوره اما ال 10 اللي هي اصغر منها لا بصير منحنى. هي الشفرات لاحظوا انتم مثلا هون الشفره هي ال 11 حكينا عليها راسها مدبر شايفينها هون وهذه ال 10 اصغر منها هي كقياس بس راسها منحنى. اكثر شيء ممكن نستعمل الشفره رقم 10 بجراحة العادية يعني، أما الكبار مثل الشفرة 22 أو 21 أو 20 هدول البطن جراحات عظيمة. الآلة الثانية هي المقص. في عندنا إحنا نوعين من المقصات، إما مقص فيه الأنسجة أو الخيطان. كل واحد له مواصفات. إذا بتلاحظوا الأنسجة أنا بتعامل مع منطقة صغيرة كثير، كمية صغيرة من الأنسجة، فماني مضطر يكون شفرات المقص كبار. لذلك لاحظوا هون التمفصل تبعه قريب كثير على الراس، انا بدي حركه صغيره. اما قص الخيطان بدي افتح حجم كبير حتى اخذ عضه اكبر. اذا قصرت الانسجه بنسميه احنا اما بسلخ فيه الانسجه برفع الجلد شوي وبسلخ تحت منه هذا اسمه قص التسليخ وممكن اقص فيه بعض الانسجه الناعمه الموجوده. مثل ما حكينا على المفصل بمقص الانسجه يكون اقرب بكثير لراس القص بعكس الخيطان. قصات الخيوط لازم تكون حكما كمان لانه يعني ممكن تكون ابعد شوي التمفصل لانه انا عم بقص الخيط وحر الحركه انا خارج البطن خارج المنطقه اللي عم بشتغل فيها فيني اتحرك افتح حد ما بدي بس عم بشتغل ضمن البطن ما عندي المسافه الكبيره اللي افتح فيها لمقص. ممكن استعملها لقص الخيطان، ممكن استعملها للشاش، للاثنين سوا. هلا شو ما كان النوع سواء للتسليخ ولا للخيوط في عندنا نوعين في نهايتين مختلفات مثل الادوات حسب انا شو بدي استعمل برجع خلينا نقرب لحياتنا اليوميه فك بلاغي بيكون هذا مصلى هذا مسطح حسب انت شو بدك تشتغل. فهون مقص الخيوط او التسليخ في النهايه ممكن تكون نهاية مستقيمة أو ممكن تكون منحنية. المنحني بكون عم يشتغل بالعمق فلما يكون منحني أنا فيني أشوف لأنه صار رأس المقص أقرب علي فأنا فيني عم أشوف وين عم قص وعم أسجل. إذا كان مستقيم تغطى فبده يكون سطحي لما يشتغل بالسطح لفوق بيكون مستقيم بالعمق بيكون منحني. نضيف كمان انه نهايه المقص ممكن تكون حاد وممكن يكون له منحني كمان او كليل حسب وين انا عم بشتغل. الراس الحاد بكون عم بشتغل انا على القرنيه على الاشفان على الاصابع على الرئه الدمويه فانا راس حاد انا يا دوب انه راس المقص هو اللي عم بستعمله. لذلك لازم يكون عنده نهايته حاده فيني انا نهاية حادة توصل للمنطقة اللي عم اشتغل فيها قص فيها، أما إذا كانت النهاية الحادة مو برأس القص بدي اضطر إنه مثلا عم قص النسيج لازم أوصل فيه لهون حتى يقص معي. لا رأسه حاد منهم بدخل فورا قص فيه. هو ممكن استعمله أكثر شيء لما بكون عم سلخ مثلا عصب على منطقة معينة، فيا دوب ميل لميل أنا عم سلخ العصب. شوفوا هون هي رأس الحاد. برأس القص بإمكاني استعمله. هون رأس الكليل حبا بدي أنا 2 سم أو 1 سم بعيد عن الرأس حتى استعمل هذا القصة، بس كل واحد له استعمالاته. له استطبابات. عندنا القص نحن أصلا الضماد. أنا بجي مثلا عند مريض الحاكي اللي عم حاضر الحروف، إذا بدي أنا فك الشاش بندوخ نحن فك الشاش بنلفه بنقول كم لفة فمشان ما نوصل لمرحله هيك
هذا الراس له حافتين، واحدة حادة اللي فوق والثانية مسطحة. بدخل فيها تحت الشاش، الحافة اللي مسطحة بدخل تحت الشاش. ليش مسطحة وكليلة؟ حتى ما اجرح المريض وانا عم بدخلها لجوا. فأنا مطمن كيف ما دخلت ما بتأذيني. واللي فوق بكون حادة. على عضة قص برجع بدخل لجوا وبقص وأنا رايح. فبنكسب نحن وقت بفك الطبق. برجع بأكد عليكم استعملوا أدوات بالطريقة الصحيحة. المقص بنستعمله بندخل هذا الإبهام الأصبع الرابع. والسبابة بتساعدنا بالضغط. لازم تتعودوا على استعمال الأدوات. طبعاً إذا خبركم ما بعرف نحن الأسبوع الجاي رح عندنا العملية. خبركم إنه لازم تجيبوا معكم الأدوات ولا لا؟ لا. على أساس إنه مهند هو المخبر هنيك إنه لازم تجيبوا كل واحد لازم يكون عنده حامل كبار، لازم يكون في عنده طب أصلاً ممكن تتناولوا بين بعضكم، بس حتى تشتغلوا لازم تتناولوا موجودة معكم. بيبني حامل أبر استعمل في زواج ما بعرف حامل أبر بينس اللي رح تشوفوا أنتم هون عندي أهم شيء حامل الأبر والبينس نمقص ممكن بين بعضهم يعني بس هندل قطع منهم بتحبوا تمروا على تعرفوا وين المهارات السريرين أنتم مروا له هنيك اليوم أكلوا شو بدكم إياه مروا على المهنات فرح نبلش نحن يوم الأحد هلا الأدوات بشكل عام أدوات اللي ما بتشوفوا عنده أدوات جراحية محل ما بنطر فيها الحلقات اللي شايفينهم لما يكونوا ذهبيات هي أفضل ماركة هي ألماني طبعا غاليين كتير بس هي أفضل ماركة هذا مقص الضغط شايفينه كيف إنه من هون كيف مسطح وهون الحادة اللي بتصل الشاشة الأداة اللي عم نحكي عليها حاليا هي حامل الأبر. حامل الأبر مثل الشكل اللي مقص قريب عليه. من مجلسته لازم يكون المقطع تبعه أكبر، لأنه بده يمسك الإبرة ونضغط عليه كثير. فلازم يكون متين. نهايته محل المقص لازم يكون فيه، طبعا مساحته عريضة شوي، ويكون خشن. نحط الإبرة فيه حتى يمسك الإبرة ما تتحرك، ما تفتل الإبرة. البعض منه بيكون من جواته فيه عبارة عن فراغ ممكن أحيانا إذا كانت إبرة كبيرة كثير تدخل بالفراغ تقعد فيه تمسك العضة الثانية تشد عليها تمسك أكثر حفاجيكم الصور التنصب بيكون أقرب للرأس لأنه بتكبد تطبخ ضغط كبير بيكون أقرب للرأس كيف نمسكه؟ مثل ما حكينا إبهام صور رابع ومع الزمن في طريقة ثانية بتتعلموا ممكن يستكملوا بهذا الشكل بس النظام هو الإبهام الأسبوع الرابع. طبعا لما أنا بحط الإبرة وبمسكها في له قفل خاص. أنا بضغط فيه على الأخير بتركه خلاص في عندي أنا بطلب فرطات بتدخل فيها بتثبتها مع اللي يفتح وتضل الإبرة ساكتة بمكانها. الإبرة مهم جدا تعرفوا كيف الابره موجوده بهذا الشكل فورا، وين بدي احطها بالحامل؟ لازم احط التقاء تلتين اوليين مع التلت الاخير. يعني اقرب لنهايه الابره مو لراس الابره. ليش بنعمل هيك؟ بس بدي احط اقرب لراس الابره بدخل بالجلد ما عاد فيني كفي. فالتلتين قادر اني اجتاز بالجلد. والناحيه الثانيه حتى انا اثبتها بشكل اكبر. إذا طيب أكثر من التلتين ممكن تطعج معك الإبرة، وممكن صناعات الموجودة عندنا هون كثير صناعة سيئة، حتى لو حطها على التلتين تطعج معك الإبرة حالتين يصير. شوفوا هون بهذه الصورة، هالفرضة الموجودة، الفرضة هي هون في عندنا إبرة كبيرة تدخل ضمن هي. بكون أكبر من القطر فبكون ضاغط الضغط فيها. بشكل عام الابر الجراحيه لانواع في مستقيم وفي منحنى. مستقيم طريقه مطر مع الاستخدام كلياته منحنى. الانحناء له درجات. طبعا نرجع نقول حسب وين عم بيشتغل. في عندنا مقاسات لا رح نحكي عليها.
إذا كل إبرة لها طول معين، انحناء معين. الرأس في عندنا نقطة كثير مهمة تعرفوها، رأس الإبرة في نوعين، إما مدورة وإما قاطعة. إذا مسكنا مدورة بدنا نشتغل فيها بجد ما بتدخل معنا. يعني بدنا قوة كبيرة كثير ونشد ونعمل ونلقس الجلد ما بيجي الحال. قاطعة ما بحط بيطلع فورا. أما بس استعمل أنا قاطعة وأنا عم أشتغل بالعين أو عم أشتغل بالمنطقة لأنه راح تأذينا البنى اللي عم نشتغل عليها. فكل إبرة إلى أماكن. إذا نشتغل نحن بنا قاسي تتحمل الشد وغيره فبستعمل الإبرة الحادة وأسمح بالقلب. إذا كانت هشة ولينة مثل قرنين أوعية الكبد لازم نستعمل مدور. إذا نحن حكينا عن الانحناء، انحناء الإبرة لو هو نحن النص بكون مكتوب على الخيط من برا المواصفات اللي حفرجوا لي اياها بكون مكتوب عليها النص، اذا عملنا انحناء الابره نص دائره بهذا الشكل ونحن ماشيين. مثلا الابره بكون مكتوب على الغلاف من برا 3 على 8 مثلا انه 3 اثمان الدائره يعني صار الانحناء اصغر. طبعا الحجم لما اكون عم اشتغل انا جوات البطن ما في عندي مجال اني اتحرك كثير. إذا كنت استعمل الأبر بكون انحناء كبير فورا. برا في ايدي برا في حبيتها كيف ما كان استعمل الانحناء الأصغر. سابقا كانت الأبر موجودة إبرة لحالها بتحط بتعقم مثل أدوات ولها قياسات كثيرة. المساعد يمسك الخيط يحط الخيط بالإبرة والجراح بيشتغل. هذه طبعا بطلت بس بتعرفوا إنه كانت عدونا نحن استعملناها. هلا هو شو مثل ما حكينا القياسات، إذا لاحظتوا مثلا من النص تقريبا على نص الدائرة، 3 أثمان أكبر شوي صغيرة، فهي عبارة عن إنه شو مقصود بالربع والثلاث أثمان والنص. الأداة اللي عم نحكي عليها هي المباعد الذاتي. أنا ممكن أكون عم أشتغل بمكان ما عندي مساعد، فالمباعد الذاتي هذا شايفين أنتم هون هالحواف اللي هون تدخل ضمن الجرح وبعد فيها أنا. ونفس العملية في له طفل موجود هون شايفينه هون بين لكم السهم هيك عندنا هون الطفل بس تاخذ المسافة اللي بدي اياها بتركها خلص بصير بتعشى في مكانه بعد يتغير. لما بدي انا اشيله بدي اضغط على هذا الحق على الذراع اللي هون برفعه عن التوصل تبعه بيفتح معنا وبشيل الموبايل. هذا اسمه بعد ذاتي. انا بحالي بالعياده عم بشتغل ما عندي حدا او حدا عم يساعدني بس بدي يتفضل لشيء ثاني وانا عم بشتغل بستعمل المباعد الذاتي. في مباعدات كثيره كل اختصاص له مباعداته الخاصه بس في شيء مشهور كثير والمعظم بيستعمله رح نحكي هلا حاليا عن هاي المباعدات الذاتي. حكينا عنها مباعدات يدويه هذول كله لازم يكون في معنا مساعد. هو بده يحط المباعد بيمسكه بايده وبيبعد لنا. ممكن يكون عباره عن صفيحه معدنيه عريضه، ممكن يكون مباعد شوكي عباره عن نتوب معدني هلا حنشوفه او مثل الشوكه العاديه بالبيت نهايته بهذا الشكل. بحط المساعد على حافه الجرح بيبعد لنا. ممكن يمسك بالاثنين يبعد لنا. هي مباعد فراغوف. هذا مشهور كثير يعني معظم الجراحين بيستعملوا اثناء العمل. مباعد فراغوف. هذول المباعدات الشوكيه لها انواع كثير. هلا ممكن انا لما اكون عندي منطقه صغيره كثير عم بعد حافه صغيره بستعمل شوكي وحده منهم. عندي مساحه اكبر باخذ مباعد اكبر. دور المباعد بضل المساعد ثابته ولا انت بس عم تشتغل بمنطقه معينه ممكن الجراح بشكل عام ياخذ مباعد يحط له وضعيه مناسبه والمباعد المساعد بيمسكه بهذا الشكل. بس دائما معروفه المساعد الجيد جراح جيد. هي قاعده عامه يعني المساعد اللي ما بيشتغل بشكل مستمر ما
ماني مضطر كل شوي اقول بعد لي هون، عمول نحن بيعرف الخطوه التاليه. بيعرف انا رح يوصله بيعرف الادوات التاليه شو بدي يكون حاطها مباشره وبعد. بكون مبتدئ الواحد بقول مثلا هي مبعد هون بسكه هيك، حفاظ الحركه. بضل مبعد حتى اخلص انا الشغل اللي انا فيه. هلا مناطق الارقام عندي وعاء عم ينزف. فعندي احد الطريقتين، اما بمسكه بهذا الفلز الموجود وعلى اني اي منطقه فيه في عندي المخسر، بس امسك الابره تبع المخسر حطها على اي منطقه بهذا الحامل راح ينتقل تيار كهربائي بيعمل حراره بخسر الوعاء. ما بضطر انا احط المخسر عند راس البلز، لا اي محل بيعمل تيار كهربائي. ممكن انا امسكت الوعاء بيجي المساعد بحط خيط بيربط الوعاء. في طريقه ثالثه هي عمليه مو متبعه بس ممكن تسترجع لها انت، تمسك الوعاء بيكون وعاء صغير ما هو مهم يعني مو انه بيجي على الشريان الفخذي وتحطه بهرسه. وعاء صغير بمسكه بالبنز بحطه بهرسه هرس شيء خلص بسكر ممكن ترجع لها. طبعا مثل الحامل المضروبه المصفى الاقرب للمنتصف فيه وسطحه محزز انا عمسك فيه انا انسج. في منه ممكن يجيب بالاخير له هالمتوب الصغير. هذا بنسميه كوشر، لازم نسجلها هون لبعض. بيز كوشر. فانا هذا وجود الخطافين بالاخير احيانا بكون عم استقصي فرضا انا مراره او كتله. سلختها من جهات معينه حتى سلخ اسفل منها لازم ارفعها باتجاهي حتى يبين مكان الجوف اكثر، فبمسك هذا بكون الكتله بدي انا اشيلها على التشريح مو انه بدي اخليها للمريض، فبمسكها فيه مسكت منيح بشد باتجاهي بصير عم بسحب لعندي وين على طريق هذا البيز وبسلف تحت منه اكثر. اذا كل هدول لهم مقاسات واشكال مختلفه مستقيمه او منحنيه بايدي راس حاد ولا كلياتهم اشكال مختلفه حسب العمليه اللي عم نشتغلها وحسب الاختصاص اللي عم هي كوشر. هذا هو الكوشر. طبعا نقطة مهمة كثير، ما بصير انا امسك البنز اللي حكينا عنها مسبقا بدون الفرضة هي، امسك فيه الجلد. إذا مسكت فيه الجلد عملية هرست الجلد تموت تأخر عملية الدنيا. ما بصير امسك فيه العضلات بهذا الشكل. في عندي انا رح اشوف في عندي انا بنز خاص ما عندي هالقوة هي بستعمله لمسك مسك الأنسجة بحيث اني ما أذيها. هذا اللي عم نحكي عليه مثل ما بعطيه القوة انتم بتتحكموا فيها بايدكم، بس النوع عبارة عن مثل شو بنسميه احنا مسكنا الحاجة بهذا الشكل خلاص مبين عندي احساس انه هالضغط كافي اني احركها فيه كافي. لما يكون بالاخير فيه له السن بسموه ادسون هون هي الافضل منه بيمسك النسيج في له فرضه صغيره مثل الكوشه اللي شفناها من شوي بيمسك الجلد مثلا بالحاله يصير عندك حركه تتحكم فيها اكثر ما بنأذي هالانسجة. شوفوا هذا هون بالنهاية هي أدسون كيف في عنا هون في عنا هالنتوء الصغير وهالنتوء الصغير. هذا غير ضاد لأنه في له هالمسلل هذا. نرجع نقول كمان هذا الفينس بيمسك مثل ما بنشوف الألم نفس الطريقة. في عندنا ملقط هو ملقط التعقيم. هالملقط هذا نهايته بشكل اما بيضاوي او مثلث، يعني حتى يصير عندي مساحه اكبر تمسك الشاشه. بس كان راس صغير ومدبب ما بمسك الشاشه صح. فبيكون عريض. فبمسكها بالضبط للشاشه بحط عليه بوفيلون وبعقم ساحه العمل الجراحي. ممكن كمان حتى هذا البنز طبعا برجع بقول هذا ورق برجع على الطاوله وانا عم بشتغل ممكن اختار اي واحد بيناسبني. انا بدي امسك المراره صارت لجوا عميقه شوي اذا فتحت الجراحي فممكن اخذ هذا الملقط نفسه تبع التعقيم فوت لجوا وله مثل ما حكينا مساحه عريضه ممكن امسك فيه المراره وبسلخ اكثر. البنز هذا انا بدي اعمل اي عمل جراحي حتى ما يصير في
كل المريض برفادات سميها شانات. بس منطقة العمل الجراحي هي الوحيدة اللي تكون مكشوفة. هل الشانات الموجودة حتى ما تقع هون لهون كلها كل شانتين رح تطلع بنس من هذا وسدتها فيه. في شيء اسمه انه احنا نسبار. احيانا انا ممكن بدي انا بني معين مثلا لنفترض عندي جرح صغير هون بدي انا اعمل جرح كبير كثير لبعض منه. فممكن ادخل تحت الجلد بهالمسبار هذا بدخل لتحت الجلد هو المقنع بمسك الشفره بحس وين بحط ايدي بشوف وين المنتل بحط الشفره عليه وبعمل جرح. انا مطمن انه مهما ضغطت بالنهايه تحت مني هذا المسبار فما بأذي الأنسجة اللي تحت. كله استعمالات مو كثيرة بس تعرفوا انه موجود. هلا نحكي عن الخيوط. الخيوط إلى طبعا إلى نوعين ممتص وغير ممتص. الخيوط إلى نوعين كمان كل واحد منهم إما جديدة وحدة أو جديدتين. جديدة وحدة كأنه عم ناخذ شعرة، جديدتين أو أكثر كأنه عم ناخذ نحن شو بسموها عقدة الشعر كلها مع بعض جديدة الشعر كأنه بهذا الشكل. طبعا الخيوط الجراحية استعملت من أيام زمان من أيام الفراعنة لما شافوا مومياء شافوا إنه في كانت مخيطة أو مخلطة بهذيك الأيام، فبهذيك الأيام استعملوا الخيوط. إذا حسب جديدة عندنا اثنين وحيدة النسيلي يعني هي غير مشدودة هي شايفينها بالصورة ليف واحد هاد الليف الواحد بيكون ارتكاز أقل لالتهابة أضعف لأنه عبارة عن نسيلي وحدة أما بيكون جديدة بيكون ارتكاز أكبر سطح تماسه هون أقل لأنه جديدة وحدة أما بيكون جديدة عدة جدائر مع بعض بيكون تماس أكبر وبيكون ارتكاز أكبر. شوفوا هون هي مجدولي هي متعدد النسيج هذا بيكون امتن انه جديد بس كله مشاكل دائما في ايجابيات وفي سلبيات. هون عمليتها على سطح التماس اكبر فردة فعل الجسم تجاهه اكثر لذلك بتطلع ردة سيئة. قابلية الامتصاص حكينا انه قابلية الامتصاص كيف تمتص؟ عندنا حساسية التهابية ردة فعل الجسم تجاه الخيط بعد ما بتجي البالعات تمتص. كل خيط له مدة زمنية في منه خلال اسبوع في منه اسبوعين في منه شهر في منه وانت ماشي حسب نحن شو المواد الداخلة تركيبه. القابل للامتصاص او غير قابل للامتصاص في منه طبيعي وفي منه صنع. الطبيعي اللي كانوا يستعملوه بسموه الكتكوت هذا كانوا ياخذوا من امعاء الخراف ويصنعوا منه هالخيوط هي بعد خلال اسبوع بتمتص. اسمها هي كتكوت. هذول اللي عم حكينا انه صوت واحد مسيل 10 15 يوم تمتص. طبعا للاسف اذا تخرجت جراحية يعني هي المبادئ البسيطة لازم تعرفوها. انا وين بدي احكي؟ قابل للامتصاص ومتحف خيط ممتص حتى بالنهاية الجرح ما يفتح معي بحط انا خيط الجرح بخيط هذا الكتكوت اسبوع عمليا مشيت المريض بعد فترة الجرح فتح لازم استعمل خيوط غير قابل للامتصاص. الخيوط حكينا عنها الكتكوت من شوي هي ضافوا لها املاح بكروم حتى نخليها تطول اكثر حتى يمتص الجسم. طبعا سموها لانه فيها الكروم سموها كروميك معروف اعطيه خيط كروميك معروف شو صار لونه بيكون عسلي او بني. تركيبه هو مثل ما حكينا للامعاء حيوانات وغيرها فهي بروتينات. الارتكاز لها كبير كثير فممكن يترك مكانها ندبي. هدول باعتبار انه المريض بده يترك ندبه فانا بحاول ما استعمله برا المظهر الخارجي على الجلد
غشاء الباطن للفم للمثانه للرحم للامعاء ما بيأثر بالنظر. وانا بدي اياها انه ما تطول كثير حتى تمتص. الممتصه مصدر صناعي في خيط اسمه فايكري، هذا اكثر شيء اللي نحن نستعمله فايكري ممتص. بس هذا مميزته وين؟ انه ممكن يضل 3 شهور حتى يمتص الجسم، بس بضل فعال بضل متين شهر ونص بضل متين. فانت بتختار انا وين عم بشتغل عمليتي، بدي اياه حوالي الشهر يضل الخيط متين، فانا بستعمل الفايكري. خيط الديكسون مثل ما بتعمل الفايكري ما كثير بيفرق عنه، بس ممكن يطول اكثر. الديكسون لونه ابيض. الفايكري بنصير بنادي بولي جليكوليك اسيد المصنوع منها هذا الخيط. مثل ما حكينا 3 شهور يعني 90 يوم، بس شهر ونص لشهرين بضل محافظ على المتانه. رجعوا صنعوا شافوا انه نحن بدنا خيط فايكري بمتانته، بس بدي امتص اقل من شهر ونص، فاستعملوا خيط فايكري سريع الامتصاص. اسبوعين يمتص هذا الخيط. استعملوه للاغشيه المخاطيه وعند الاطفال على الجد، لانه ساعات بتخيطوا عند الاطفال، ساعات بجيبوا خيط نايلون او خيط حرير بتخيطوا فيه عند الاطفال، بدنا فك القطر. هم تطلع روحكم ما تفكروا مطور الولد على حرك من هون وشقيته من هون وبكي من هون. اما الخيط هذا مسرع امتصاص 15 بتخيطوا بدون ما عاد في داعي لا تعذبوا الطفل ولا تتعذبوا. مثل ما حكينا خيط الديكسون مثل اللي حكينا عن الفايكي، بس يعني ما كثير بيستعملوه حسب الجراحين. إذا حكينا إنه الخيوط المجدولة أمتن، لأنه ردة الخيوط مع بعضها، بس في عندنا ردة فعل، الجلد كبيرة عليها بتعمل التهاب أكثر، بتعمل ندبات أكثر. فعملوا هذا اللي نحكي عليه الممتص، طيب هلا الخيوط الممتصة وحيدة النسيج مونوكرين، هذا فايدة مونوكرين. مونوكرين أكثر شيء كمان كنا نستعمله إحنا. اتصال فصلي ممكن استعمله لخياطة تحت الجلد او الفدان. عامل المونوكليب هو هذا اللي بتحكي عنه، انه وحيد النسيلي. خيط نوع ثاني اسمه ماكسون، يعني نوع من تطوير لهالخيطان. عم استعمل خيط بشوف انه هو عمل لي اشكاليه معينه، بضيف له ماده بغير فيها. فانتم هالاسماء الخيطان المفروض تحفظوها، تعرفوا مجموعة مبادئ عامة، إنه أولا ممتصة ولا ما ممتصة، شو فضلت امتصاصها، ومتانتها. يعني مونوكيل، فايكيل، ديكسون، ماكسون، هدول المجموعة عبارة عن كم خيط، لازم تحفظوها. البي دي اس كمان مثل فايكيل وديكسون، بس يعني وحيد نسيج ممتص، بس بتطول كثير حتى يمتص. حسب ما بقول ممكن استعملها للاوتار، الوتر انا بدي اياه يكون ممتص الخيط، فممكن استعمل الديكسون انا. لانه بيطول كثير للمتص بكون صار في نبي وصار فعال اني لو امتص ما بياثر. رح نحكي عن الخيوط غير قابله للامتصاص. كمان في عندنا طبيعي وصناعي. طبيعي ممكن مثلا خيوط الحرير العاديه او من الكتان او من القطن. وعندنا الصناعي، طبعا الطبيعي ما كثير عم نستعمله هلا حاليا، الفرق اللي مثلا ناخذ نحن الحرير يعني بشكل عام انا بالنسبه لي ما عاد استعملته. ممكن استعمله احيانا ضمن الفم، لانه اذا بحط خيط نايلون ضمن الفم او اي خيط ثاني بس له عقد كثيره، لانه اللعاب الموجود بفك العقد القطن، فممكن استعمله انا لغشاء المخاطر للفم. خيوط الحرير نفس الشيء، مجدولة متينة لونها أسود.
مش عمود كانوا يستعملوها كثير، هلا حاليا استعمالها جدا جدا قليل لخلود الحرج. طبعا تركيبه بروتيني هي بتعمل رده فعل انتكاسي كمان شديد مثل ما حكينا عن الخيوط المنفصله. ممكن تعملها طالما بتعمل ارتكاس كبير، اذا ما خيطت فيها مثلا المسالي وعمل ارتكاس كبير حولها لخر مكان المسالي عملت لنا نواسير. فما كثير استعمالها بالاماكن هذه، استعمالاتها كثير نادره. المصدر الصناعي للخيوط هي النايلون والانواع. اما برولين، ايثيلون، نيولون. هذول مجموعة من الخيطان. البرولين أكثر شيء موجود عندنا احنا بالبيت، طبعا شركات كثيرة كل شركة بتعمل دعاية للخيطان اللي عندها، بس المبادئ هي ذاتها. طبعا مثل الخيطان هذول أنا ممكن استعملهم لخياطة الجرح من برا، ممكن استعملها. ممكن استعمل خياطة ضمن الأدمي. رح نشوفها نحن كمان. الخيوط غير ممتصة أكيد بده يكون طبعاً بحيث نسيجة ناعمة ما كثير قاسي ومرنة. بنستعمل خياط أماكن يعني نعرف لو في عليها شد بتتحمل ما تنقطع معها. النايلون ننتبه إنه بده عقد زيادة عن الخيطان اللي حكينا عنه سابقا، النايلون فممكن تفك. وطول الخياطات ممكن تعلموها نحن ممكن نعمل اول قطبه نربطها عقده، الثانيه نعملها بالعكس عشان نثبتها اكثر ما تفك. اذا اكثر شيء الخيط غير متصل النايلون بنستعمله للجلد. ممكن نستعمل الخياطات الاوليه كمان. يعني الخيطان اللي بنحكي عليها مثل هدول صحيح استعمال غير ممتصه، ممكن تكون بالبطن موجود تحت الجلد ما بتعمل اي اذيه، ممكن نخليها نحن، بس دائما بنلجا للشيء اللي بنضمن 100% فبنحط الخيوط الممتصه اللي حكينا عن الفاكريل وغيره. هلا على كل ابره بتشوفوها الجراح بيعطيني خيط مثلا 1 0 2 0 1 2 3 هذا له علاقه بقطع الخيط. بالتالي انا حسب وين عم اشتغل، اذا كنت عم اشتغل خياطه مجهريه يا دوب الخيط بشوفه تحت المجهر. فانا بدي خيط عصب مثلا، خيط وعاء صغير، فانا بطلب مثلا 6 0 7 0 8 0 9 0. اذا مسكنا الخيط هناك ما بنشوفه، تحت المجهر بنشوفه. اذا انا عم خيط مثلا البطن، البطن بتعرف واحد عم يشعل عم يحرق، فاذا بدي احط 7 0 ما كاني حاطط شيء، بدي احط انا 1 2 2 مو 0 1 او 2 حسب المكان وحسب الضغط اللي بتعرض له الجرح. اذا عندنا من 1 ل 6 كارقام 1 2 3 6 او الاصغر من 1 اوجدوا بعد منه قطر اصغر من 1 سموه 0. مش اوجدوا 1 اصغر من 0 سموه 2 0. واحد اصغر منه سموه 3 0 عباره عن تسميه. هو 3 0 اصغر من 2 اصغر من 0. بكتبوا هذا الشكل على خيط بشوف مكتوب 2 شرطه 0 او مكتوب 2 او مكتوب 1 او 1 0. هذا الشكل اصغر شيء هو 11 0. هذا الخيط هون هذا بالعمل المفروض تحفظوه منيح. ممكن نسالكم نحن عنه وشو بدل هالامور. هلا بتشوفوا انه هون مثلا هون لون مثلا حرير اسود مثلا هون ثنائي جديد ولا لا؟ ناحيتين هون شو نوعه؟ حرير. قديش طوله؟ ماشي هون الطول هون 2 0 مثل ما حكينا عن القطر. المهم جدا تعرفوا كمان هالشكل المسدس هذا بدلنا انه قاطعه، اما المدوره بتجيكم دائره. هاي الاحياء تبعوا 3 على 8 مثل ما شايفين فوق هون.
الأنواع الخارجية على السريع مرة ليا قطر البسيطة أو قطر المتفرقة اسمها. هدول قطر نحن ندخل بالجلد بالمكان بحافة الجرح نطلع للجهة الثانية وبعدين نعمل العقدة نقص الخيط بعد ما ناخذ طبعا لازم يكون بعد محل دخلنا عن الحافة نص سنت ونطلع بعيد نص سنت. الخطبة الثانية ندخل بعيد عن هي حوالي سنت عن الخطبة الثانية ندخل بعيد عن سنت نفس العملية نص سنت عن الحافة نطلع بالجهة الثانية نعمل العقدة. هي اسمها خطب بسيطة متفرقة. ممكن نخيط فيها جلد تحت الجلد عضلات ومكان ممكن نستعمل خطب متفرقة كطريقة الإجراء. إذا على السريع احنا كيفية إنه نرفع حافة الجرح جرح النتسم أو المنقط اللي شفناه عنه شوي نرفعه حتى يعطيني إني أتحكم بضغط الإبرة. ممكن أنا آخذ أدخل من حافة وأطلع بالحافة الثانية مباشرة بس بالنسبة لكم هي البداية بتلبيكم لا أنا بدخل بالحافة الأولى بشيل الإبرة من الجرح برجع بدخل بالوجه الباطن وبطلع بالجهة الثانية وبعدين بعمل العقدي. طبعا نفضل الأدسون تدخلون عليه كموقعات أكثر شيء مريح لمسك الحافة الجرح هو الأدسون. حكينا من هدول لما أنا بعمل عقدي ما بخليه على الجرح نفسه بسحبه على طرف الجرح بعمل عقدة واحدة عدة عقد ويفضل أني عاكسها حتى ما تفك العقدة بعدين قص الخيط. إذا بيناتها مسافة بين تطلي حسب البنية اللي عم يشتغل فيها. إذا عم يشتغل بالعضلات العضلات بتعرفوا نسيج هش إذا بدي أحط صمت بين كل قطبة والثانية بزيادة العضلة فلأن هو مسافة تكون أكبر. أما بالجلد لا صمت كافي. العضلات تشوفوا 3 سم ممكن احطها القطر المتفرقه بين بعض. الصفات بتكون اكثر قربا حتى لو الصفات انه سكروا مظبوط لازم سكر مظبوط فانا لازم اعمل القطب اكثر كمسافه اقرب او اقل من 1 سم. هالنوع من القطب هاد طبعا عم ندخل ونطلع من الجهه الثانيه وحكينا كل خيط له ارتكاز فبيضل محله احمرار محل ما دخلنا بالخيط فبيترك محله ندبي. يعني بتلاحظوا بتشوف المريض انه مبين عندك انت هون الجرح وهون فتنا وهون طلعنا واضحه. لذلك في طريقه تجميليه بدخل انا ضمن الادمي هلا بشرح لكم اياها. هون كصوره مثل ما انتم شايفين اول شيء انا دخلت من هون عمودي شوف هون دخلت من هون وطلعت الجهه الثانيه مباشره كعقد بسيطه بعدين بعمل العقد. بس انا بامكاني اني ادخل من هون واطلع ضمن الجرح برجع بمسك الابره بدخل من ضمن الجرح واطلع من هون. هلا المدرسه الافقيه المدرسه الافقيه بيكون عندي انا لازم تطبق ضغط اكثر على الجرح حتى يسكن مظبوط. الخطب متفرقه انا حط ادخل ممكن انه يشرب الجلد لانه عنده نقطه واحده كانه مثل السكين صدق فانا حتى اثبت اكثر نفس الخطه هون بس انا بدخل بالجلد بمكانين وبطلع مثل حرف يو فانا مسكت الجلد بنقطتين من هون وبنقطتين من هون بصير الشد على مساحه كبيره مو على النقطه. هذا الكلام بفرجيكم اياها كيف هي بشكل حرف يو. إذا الجبر يكون عندي جرح متهتك أو بعيد كثير، إذا بعمل قطبة وحدة بدخل وبطلع بشد هيك بشوف إنه أنا خزقت الجلد. فباخذ الجلد بطلع فيه عملت مثل القطبة الأولى متفرقة بدخل من جهة بطلع من الجهة الثانية. بدل ما أعمل العقدة بالجهة اللي طلعت منها بعد عنها حوالي سنت وبدخل بالجلد نفس الجهة وبطلع بالجهة الثانية. وبخيل فصعد بشكل حرف. هي امثل من الخطب البسيطة باعتبار شرحت لكم اياها فرجيكم الصورة
لاحظوا هون، انا عملت الخطه البسيطه الاولى هون مثل العلم بشرح لكم اياها. هلا طلعت من الجهه هاي هون، برجع بدخل نفس الجهه اللي طالع منها ثاني مره. واضحه لكم هاي؟ مو واضحه؟ بلا ما بدنا نحكي. احنا دخلنا من جهه معينه، السهم بين عنده سهم؟ ما حدا عليك. دخلنا انا من هون اول مره وطلعت مثل الخطه البسيطه، بدل ما اعمل عقدي الجهه اللي طلعت فيها برجع بدخل نفس الجهه، بدخل نفس الجهه وبطلع الجهه الثانيه من هون وبعمل عقدي. شايفين هون اذا اخذناها طلعنا منها من هون ورجعنا فتنا الجهه الثانيه ومرينا الاشياء هون وبدنا نعقد هون على جنب. فبصير عندنا احنا هذا الخيط بدايته هون، راح لهون، اجى هيك ولفينا عملنا هون. على كل الأحوال بالدرس العملي مش رح أحكي، بس الفكرة أظن يعني واضحة. هذه أفقية، أنا بعدت عن المكان اللي طلعت منه بشكل أفقي. بالعمودي بالمدرسة العمودي أنا بطلع بدخل بجهة بطلع بجهة ثانية. حتى أدخل أرجع لمكاني بدخل. القطبة الأولى طلعت فيها بعيد عن حافة الجرح. هون بدخل أقرب منها على خط. الخط بيكون عبارة عن عمود، النقطة اللي طلعت فيها من الجلد بعمل خط عمودي على حافة الجرح. فأنا لازم لما أدخل مرة ثانية بالجلد بهالجهة بدخل على هالخط أقرب لحافة الجرح. برجع بطلع بالجهة الثانية أقرب لحافة الجرح. هلا بفرجيكم الصور. هلا هون. أنا دخلت من هون، دخلت الإبرة من هون وطلعت بالجهة الثانية، بس شو دخلت؟ بعيد عن حافة الجرح شوي. وطلعت دائما بالجراحة الأجمالية والخياطة الجيدة المفروض يكون في تناظر، مو أدخل أنا نص سم بعيد عن حافة الجرح وأطلع سم نص نص سم سم. فأنا برجع بقول هون أنا دخلت من هون وطلعت من هون على نفس المسافة. برجع بس طلعت بالإبرة لأنكم لاحظوا هون دخلت من نفس الجهه طلعت منها بس اقرب لحافه الجرح، ونقطه مهمه سطحي اكثر من الطبقه الثانيه. هون لاحظوا زلت عميق، هون عميق انا، بينما هون لاحظوا سطحي. شو اللي بصير معي انا هون؟ انا لو اخذت العميق وشديت الجرح شو بصير معي؟ بيتراكم الجرح بيطلع هيك، ما عاد بضل افقي، بصير هيك. انا حتى اخلص من هالمشكله هي برجع بدخل بشكل سطحي، لما بشد رجعت الجرح بهذا الشكل. هاي مثل ما ملاحظين هون، لاحظوا انه العمودي صار الخيط بهذا الشكل عمودي على الجرح، بينما المدرسة الأفقية كان موازي، الخيط بالنهاية موازي للجرح. هذا المستمرة أو الشلالية عشان ندخل نحكي بسرعة. أنا لما بدخل على خيط الجرح مرة القطبة الأفق المتفرقة بطلع بالجهة الثانية ما بعمل عقدة، برجع بدخل بالجهة الثانية وبطلع أنا ماشي بهذا الشكل. بطلع من الحافة برجع بلف الخيط فوق الجلد وبدخل مرة ثانية. بلف الخيط فوق الجلد وبدخل المحل الثاني. رح أفرجيكم الخياطة، هي الشلالية اسمها. أنا رح عند المرة عملت كثير مشان شوفوا لاحظوا هون أنا عملت دخلت أول مرة عملت عقدة الثقب الأفقية هون أو المتفرقة، بدل ما إني أعمل عقدة وإني أقص الخيط شوفوا طلعت من هون أنا هيك طلعت من هون لفيت للجهة الثانية ودخلت من هون وطلعت للجهة الثانية هون. شوف برجع ببرد الإبرة وبدخل للجهة الثانية. مفهومي؟ تمام. طبعا هي لها نوعين، ممكن تكون هذول كلياتهم انحكوا سابقا بس خلونا راح نصور هذه المعادله. طيب تحت الجلد بهمني انا تحت الجلد كلمه تحت الجلد لازم تكون العقده ما لها ظاهره لبرا، لازم تكون العقده بالعمق.
فكيف بدي اخذ ربطي انا هذه؟ خلينا نشوف الصور في المره. هل لاحظوا هون؟ أنا برفع حافة الجرح وبدخل، لاحظوا بدخل من عمق الجرح من الأسفل للأعلى. أنا دخلت هون من الأسفل للأعلى وطلعت هون من الأسفل للأعلى، بس ما بطلع من الجلد من فوق، بضل تحت الجلد. برجع بدخل من الجهة الثانية هون تحت الجلد وبدخل الأولى تحت. لما انا بعد ما بربع عمر العقده لاحظوا العقده وين لازم تصير؟ صارت بالاسفل. ليش بعمل بالاسفل؟ حتى اضمر للعقده، بطل ظاهر لبرا، بتعمل ارتكاز. فانا بهذا الشكل، هذا الحكي النظري بكتب بفيدكم، بكتب تمسكوا الاسفنجه وتخيطوها حتى تدخلوا لهي. اذا ما انا بدخل من العمق ما بطلع بالجلد، تحت الجلد، تحت الجلد. وكفكره أو على الأدبي بنحكيها. ضمن الأدبي طيب، كان في فيديو لفريق الخياطات ما نصحني في السباحة.